وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة أوقفت مفارد مشتركة للجيش بكل من جانت تامن راسو برج باجي مختار 14 شخصا من جنسيات مختلفة، كما حجزت 18 مولدا كهربائيا، 12 مطرقة ضغط، مضختي ماء، كيس من خليط الحجارة، وخام الذهب، في حين حجز أفراد الدرك الوطني بندقية صيد بسطيف. وفي نفس السياق أحبطت مفارز الجيش محاولة تهريب قرابة 1000 لتر من الوقود بكل من السوق هراس وتبسة والطارف، وحجزت 1000 علبة سجائر ببسكرة. من جهة أخرى أحبط عناصر الدرك الوطني وحارس السواحل محاولة هجرة غير شرعية ل 38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من شلف وهران وعين تيموشنت، فيما تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بومرداس سلمسان وخنشلة. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا. دمتم في رعاية الله.